انتوا هتشوفوا دلوقتي قصة وعمل الله في حياة الخادم والإعلامي إبرام تودرس، هو وأخواته الأربعة في مرض ضمور العضلات. لو حد من الأطباء بيشوفنا دلوقتي في أمريكا أو في كندا أو في أي بلاد المهجر، والعلاج بقى متوفر لمرض ضمور العضلات، ولو يقدر يساهم بحاجة أو يقدر يعني هو وأخواته يتعالجوا بره مصر، يبقى بركة كبيرة جدا. تواصلوا معايا على صفحتي، تواصلوا على قناة لوجوس، أو تواصلوا على الإيميل بتاع إبرام اللي هيسيبه في آخر الحلقة. وهقول تاني، لو حد عايز يساعد، لأن ضمور العضلات بقى ليه علاج دلوقتي، بس طبعا العلاج مكلف. لو حد يقدر يعمل حاجة من الأطباء يتواصل معانا على قناة لوجوس، أو معايا شخصيا على صفحتي على الفيسبوك، أو يتواصل بالإيميل مع إبرام دودرز. أسيبكم تشوفوا عمل الله مع إبرام وإخواته الأربعة، وإن شاء الله يعني تاخدوا بركة كبيرة. وشكرا لتعب ومحبة قدسك مرة تانية، عفو، خد ونشوف بركة حياتك. وربنا يبارككم ويبارك الخدمة في كل مكان. آمين يا رب. شكرا لحضراتكم، ونطلع نشوف قصة حياة إبرام وعمل الله معاه، وإلى اللقاء. أهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من برنامج كنيستي في المهجر، وفقرة عمل الله في حياتنا. وربنا مع كل واحد فينا ليه قصة جميلة وليه عمل جميل في حياته، عشان يكون ليه رسالة جميلة في حياته. معانا النهارده في هذه الفقرة الخادم إبرام توادروس، مقدم برنامج إحنا نقدر ومحاضر تنفيذي. أهلا بيك يا إبرام معانا لأول مرة على شاشة قناة لوجوس، وبنرحب بيك. أهلا بحضرتك أستاذة جينا، وأهلا بالسادة المشاهدين، ولي الشرف أخذ بركة. تعيش. احنا سعداء جدا، وزي ما كنت بقول عنوان الفقره دي عمل الله في حياتي، وزي ما كل واحد فينا ليه رساله مهما كان الوضع اللي كان عليه، كل واحد في الدنيا ليه رساله جميله جدا. والله امين وعادل مع كل واحد في حياه كل واحد فينا. خلينا نحكي للساده المشاهدين وتحكي لهم ابرام ازاي بدا الموضوع معاك وازاي قدرت تتعايش معاه. تمام. هو يمكن يعني انا واخواتي، احنا اللي هي ثلاثه كمان اخواتي عندنا ضمور عضلات، انا بحس ان دي ميزه ربنا ميزنا بيها، لكن ما كانش اعراضه مؤثره علينا، لها تاثير علينا في فتره الصغر. بدات تظهر الاعراض وبدانا نتعب اكتر يعني، او نعاني منها من سن ثانوي. كنت في ثانيه ثانوي عام، بما ان انا اكبر بدات الاعراض تظهر عليا اكتر، بدأت مشيتي تقل أكتر. لما أجي أطلع على السلم لازم أسند على حاجة، بقيت مش قادر أصلاً أطلع سلم. واحدة واحدة بقيت بستخدم كرسي متحرك، وده كان تحدي كبير. وفي نفس الوقت برضو ما كانش عندنا أطباء عندهم يعني معرفة كافية إن هم يقدروا يشخصوا المرض ده إيه، أو كان البعض بيعرف وما كانش بيقول. لكن لقينا نفسنا احنا قدام تحدي. انا كنت فاكر في اول الظروف ان ده تعب عادي انا بمر بيه، وعكة صحية، وبعد كده هرجع امشي تاني وتيجي تتعادل معايا. لكن الحقيقة لقيت ان الموضوع طول، وكنت سبت الدراسة بقى في وقتها. اهتمينا طبعا بالعلاج، وان احنا نروح نكشف مرة هنا ومرة هنا ونشوف رأي الاطباء ايه. كل ده اخدنا من الدراسة. كنت في تانية سنة وعام، وسبت موضوع الدراسة ده خالص، واهتمينا بموضوع العلاج. لكن مع الوقت لقيت ان حياتي خلاص يعني اخذت المفروض انها اتعود على كده. طب قولي ابراهيم، قولي في بدايه تعبك، وانت كنت بتقول انا الموضوع بدا معايا في مرحله ثانوي، يعني كنت بتمشي عادي وفجاه بدا الموضوع يظهر، ازاي تقبلت الموضوع؟ هل كنت متذمر؟ هل كنت رافض اللي ربنا عمله معاك مش متقبله؟ ولا كان احساسك ايه بالظبط؟ لا الحقيقة يعني عمري ما تذمرت، وأنا كنت عايز أخف في وقتها. يعني أنا كنت فاكر دي مرحلة وهتعدي، وكان باين عليا من قبل كده الأعراض إن أنا يعني جريتي مش زي باقي الأطفال، في وقوفي لما أجي أقوم من على الأرض كانت مختلفة شوية، لكن ما تذمرتش الحمد لله. ودي ما يعني ماليش أنا فضل فيها، هو ربنا يعني لما بيدي التجربة بيدي معاها التحمل الحقيقي فعلا. يعني ربنا دايما هو اللي بيجرح ويعصب، مش بعد الجرح بيعصب، لا هو مع بعض. فهو حتى يعني الواحد لما تحصل له تجربة بيبقى ما عندوش الخبرة الكافية ان هو يتعامل معاها، لكن ربنا هو اللي سمح بالتجربة دي، هو اللي بيسند الانسان ان هو يتعامل معاها، وخصوصا لو احنا لجأنا له.
يعني الإنسان لما بيكون بعيد عن الدائرة بتاعت ربنا بيعاني شوية، لكن لو إحنا في الدائرة بتاعت ربنا ولجأنا له وطلبنا إن هو يا ربي يعني ارشدني، طيب أقف معايا، طب أعمل إيه، هو بيوجه صح. وزي ما حضرتك قلتي في بداية كلامك إن هو حاطط خطة لكل واحد. الخطة دي أنا بشوفها زي الأوفر كده، زي العرض بتاع الشركات، مش هنستفاد منها غير لما إحنا نروح. لازم أنا أروح له، لازم أقول له فعل خطتك في حياتي، أنا قابل ده، فعل خطتك في حياتي. وعلشان كده هو أرشدني، يعني بعد كده قلت طيب لازم أكمل أي حاجة، مش هوقف الدنيا لحد كده يعني. احنا هنيجي ايوه للنقطة دي، بس خلينا الأول تحكي لنا إن أو تحكي للسادة المشاهدين أنت وإخواتك نفس الحالة، ودي طبعا يعني ترتيب من ربنا عجيب في حياتكم. كم واحد فيكم بيستخدم الكرسي المتحرك، وايه وضع اخواتك يعني، وهل انت كبير ولا اول واحد فيهم؟ تمام، احنا اربعة مستخدمين كراسي متحركة، ثلاثة اولاد وبنوتة، انا الاكبر فيهم وبنت عليا الاعراض، لكن نشكر ربنا الحمد لله. احنا بطبيعتنا مش عارف يعني دايما متفائلين دايما مبتسمين، حتى في ناس يعني الحقيقه جينا من الحاجات اللي بقابلها في حياتنا ان احنا بنصعب على بعض الناس، يعني احيانا فيعيطوا واحنا زي ما تقولي احنا تعودنا على الوضع بتاعنا وبنشكر ربنا. ف يعني لما بدا معانا الموضوع ده يمكن بدا معايا انا الاول وبعد كده اخواتي واحد واحد، الحقيقة بدأنا نحس بالمعاناة لما والدينا كبروا، لكن في الأول كانوا هما بيخدمونا وماشية وكان عندنا أمل إن اللي جاي هيبقى أحسن، إزاي ما نعرفش، بس إحنا عندنا أمل إن اللي جاي هيبقى أحسن. حتى زمان ما كانش فيه علاج، يمكن مؤخرا لسه من بعد 2016 ربنا بعد أبحاث وحاجات كتير قوي اكتشفوا علاج خارج مصر، هو مكلف بس أنا بقول زي ما كانش فيه قبل كده علاج وكان عندنا أمل، اللي أوجد العلاج قادر يدبره لنا احنا كمان. فاحنا دايما ماشيين دايما كده على خط أخضر، دايما قدامنا لمبة خضراء منورة اللي هي لمبة الأمل عايشين بيها، وربنا هو اللي بيسند، اللي احنا شايفين إيد ربنا في اللي فات، فبنقول له كمل معانا في اللي جاي كمان. حتى لما جيت أدخل الكلية، جينا كلية علام جامعة القاهرة، جيت أدخل ناس كتير قوي يمكن ما شجعنيش، مش عايز اقول الكلمه الثانيه يعني عكس التشجيع، لكن ناس كتير ما شجعنيش، لكن انا كنت واثق في ربنا وقلت يعني انا هلاقي نفسي في الموضوع ده. حتى كنت بكلم ربنا ببساطه كده بقول له ايه يا رب، يعني سلمني خمس مواد واسلمك خمس مواد كل ترم، عايز ابقى الماده اللي كنا بننجح فيها كان بيخلينا لونها اخضر على الموقع بتاع، فكنت بقول له دايما عايز خضره. نشكر ربنا كمان. طب نرجع لوالدتك الست الجميلة الفاضلة، أنا اتفرجت على لقاء ليها جميل. لما ظهرت أول حالة معاك والدكاترة أكيد حذروها قالوا لها اللي جاي مش هيبقى برضو أحسن اللي إحنا فيه، ليه كملت وليه فكرت تجيب بقية الأولاد؟ سؤال حلو، سؤال مهم جدا. هو اللي حصل إن إحنا ما كناش صغيرين. أنا دلوقتي عندي 38 سنة، وقت ما حصل ده كان عندي 18 سنة. فكان اخواتي اوريدي خلاص كبار، ما يعني كانت مش لسه ماما هتحمل وهتخلف، لا كنا اوريدي موجودين، بس الاعراض الصعبة ما كانتش ظهرت علينا، لان ضمور في العضلات ده معناه ان كل ما الانسان بيكبر في السن كل ما العضلة بيحصل لها ضمور في ادائها، بالتالي بيقل، فبتأثر على حركتنا عموما في جسمنا وبالذات المشي او الوقوف. طب والدك والدتك تعاملوا بقى مع حياتهم المختلفة والجديدة ازاي؟ يعني برضو مسؤولية أربعة، ان هم مسؤولية كاملة حتى على الأقل في بداية العمر، مسؤولية مش سهلة، يعني ازاي تعاملوا معي؟ صحيح، هم عودونا من صغرنا ان احنا نشكر، بنشكر على القليل وعلى الكتير، بنشكر على كل حاجة بتحصل في حياتنا، وبالذات بابا. يعني بابا عنده حتة الشكر دي دايما يقولها لنا، كل ما حد من اخواتي الصغيرين دايما بيبقى عندهم تطلعات وعندهم يقولوا نفسي نبقى زي فلان، نعمل حاجة زي فلان، بابا دايما علمنا نشكر، علمنا نشكر على كل حاجة. فلما حصل ده كبر موضوع الشكر معانا، يعني هو بصراحة كان تحدي عليهم هم اكتر مننا،
احنا احيانا مش عارف هو ده حاجة من ربنا ان هو مصبرنا بيدينا ان احنا نبتسم ونضحك ونضحك نبقى مش عايلين هم حاجة، ولا ده مش عارف يعني لا مبالاة مننا، بس هو احنا حاسين ان احنا مطمنين. يمكن ما حسيناش بالمعاناة الا مؤخرا بعد ما كبرنا وبعد ما كبر سن بابا وسن ماما وحصلت لهم تحديات صحية، فعلا حقيقي احنا بقينا محتاجين ايد ربنا اكتر، وبقينا بنطلب ان احنا نشوف عمل الله. احنا بنقول يا رب انت اللي سمحت. على فكرة يعني انا مؤخرا اكتشفت من حوالي ساعتين كده، صدقيني بأمانة، ان انا ما كنتش بطلب من ربنا ان هو يشفيني. ليه؟ هو انا في بداية تعبي حصلت معايا حاجة غريبة جدا، اسمح لي اقولها لك زي قصة صغيرة كده. كان في يوم من الايام ما كنتش عارف، انا كنت نايم ساعتها بس مش عارف ده حلم ولا ما بين حلم وانا صاحي. شفت حاجة كده زي حلم، ناس كتير قوي، كل الناس اللي كل في العالم كله بيمشي بيجري، ناس بتجري وناس ماشية، وانا كنت في وسط الناس اللي ماشية، وزي ما يكون في حدود للناس اللي بتمشي دي. وجي خارج الحدود دي شفت صورة السيد المسيح واقف، وراح شاور لي وقال لي تعالى اقعد هنا. رحت قلت له ليه؟ سيب نمشي مع الناس اللي ماشية، ما الناس كلها ماشية، ناس كتير قوي بتمشي، حاسس ان اللي بيمشي ورا لقمة عيش، واللي بيمشي ورا هدف، واللي بيمشي من غير هدف، ناس كتير ماشية، وانا من ضمن الناس اللي كنت ماشية. راح اخدني من ايدي وعداني بره الحدود اللي محطوطة للناس اللي بتلف ده زي سياج او يعني حاجة كده متحددة، عداني وجاب لي كرسي وقال لي اقعد هنا. انا في الحلم ما كنت شايف الكرسي ده كرسي متحرك ولا كرسي عادي، لكن كل اللي فاكره ان هو كان كرسي. وقال لي انت هتعمل حاجة مختلفة. ابتسمت، وزي ما بستقبل كل حاجة في حياتي ابتسمت وسكت. وعرفت ده بعد كده في حياتي لما بدأت أشوف وبدأت أفتكر، ودايما الحلم ده مش بيفارقني خالص، يعني دايما لما بشوف تحديات أو بتزيد عليا بتزيد معانا مشاكل أو حاجة بفتكر بقول له أنت اللي قلت لي اقعد هنا وأنت اللي هتكمل معايا، ارشدني أكمل إزاي. شاركنا يا إبرام بعض التحديات اللي بتواجهك وانت واخواتك دلوقتي كمرضى ضمور عضلات ومستخدمين للكرسي المتحرك. طبعا الظروف انا عارفه في مصر مش كلها ممهده ومش كلها يعني سهله. حقيقي يعني التحديات اللي بتقابلنا زي تحديات التنقلات، ان احنا نقدر نروح من مكان لمكان، لو هنروح نعمل كشف طبي او هنروح مستشفى ناخد علاج، او هنطلع مثلا كارت او شهاده زي مثلا كارنيه بطاقه الخدمات المتكامله، اي حاجه من دي بتبقى صعبه، وخصوصا يمكن لو حد واحد في عيله او في اسره كل الاسره بتتكاتف وتساعده فمش بيحسوا بالموضوع ده شويه. لكن لما بيبقى اربعه وكمان والدي ووالدتي اصبحوا كبار وهم اللي كانوا بيساعدونا في اللبس وفي كل حاجه، فبقى الموضوع بصراحه بقى فيه لود علينا، احنا بنبقى مضغوطين نفسيا ان في حاجات كتير قوي بقينا مش قادرين نعملها فعلا حقيقي. يعني يمكن ده ما كناش عايشينه قبل كده، مثلا زي حركتنا ان احنا نتنقل من على السرير للكرسي ومن الكرسي للسرير، خصوصا كمان ان احنا يعني مش مجرد اشخاص من ذوي الاعاقه مستسلمين وقاعدين لا احنا عايزين نعمل حاجه، عايزين نصنع فارق حقيقي في الحياه. احنا زي ما حضرتك قلت كده احنا مؤمنين جدا بالكلام اللي حضرتك قلتيه ان كل انسان له رساله في الحياه، كل انسان لازم يعمل حاجه مختلفه حتى لو كانت على قده. اللي على قدي وانا بعمله بايمان هيطلع حاجه حلوه مختلفه، لان ده ما فيش حد تاني عامله، انت بس اللي عامله. فاحنا بنحاول ما بنستسلمش ولا نفضل على سريرنا، بننزل اتعلمنا وبقينا يعني انا واخويا ساخر اتنين خريجي اعلام، بنحاول نشوف شغل في كل مكان، بنحاول وبنجهد حتى لو ما لقيناش شغل بنحاول نشتغل شغل على الانترنت يبقى من خلال البيت، لكن ما بنسكتش وما بنستسلمش. وعندنا طموح او طموحات كبيره جدا، نفسنا نقدر نتحرك بحريه، نفسنا كمان ان الناس لو مش تقدر تساعدنا ان هي تعمل لنا تمهد لنا الطريق او تشيل من قدامنا العوائق تسكت وتسيبنا في حالنا، ما تبقاش هي بالنسبه لنا العائق، ما يبقاش كلامها محبط، ما تبقاش ناس متنمرين. ملاقيش حد متنمر كتير في مصر للاسف كتير، هو احنا بنتعامل مع الموضوع ده ببرود لان انا بشوف المشكله فيهم مش فيا.
فهماني؟ يعني أنا بقول بشفق على الحد اللي بيتعامل معانا بالطريقة دي، هو مش مدرك أنت بتعمل إيه. يعني مثلا أبقى أنا تعبان جدا وعندي مثلا خدمة في كنيسة نازل أو رايح اجتماع أو أي مكان، وألاقي حد حاطط عربية قدام باب البيت اللي هعدي منه، قافل العربية، قافل الباب بالعربية. قعدنا فترة في المكان اللي احنا ساكنين فيه بيعطلنا الأسانسير، ولما تتكلم أصلك أنت اللي محتاجه أكتر فيبتزوك بفلوس. الكلام برضو كلام مش إيجابي. مواقف كتير قوي بنتعرض لها. في بعض الناس بتسمح الظروف، بحس إن هم مش مدركين، هم مش عارفين، فبقف معاه أقول له حضرتك أنت لما بتقفل المكان ده أنت ممكن تمنع حد إن هو يوصل لدكتور، ممكن تأثر على حياة حد إن هو ما يقدرش يروح يكشف، ممكن وممكن وممكن حاجات كتير قوي. حتى في الشارع برضو لما في أماكن كتير قوي لما بلاقي حد لكن قدام باب أو قدام رامب، يعني لما نشكر ربنا ونلاقي حد ربنا اداله فهم كده وعمل رامب في مكان لا حد جه لكن عليه عربية. نفسي الناس كلها تبقى متعاونة علشان كلنا بنكمل بعض، وعشان نقدر نقول مع بعض احنا نقدر فعلا. غاندي قال ايه؟ غاندي قال لا يوجد انسان معاق، بل يوجد مجتمع معيق. يعني بعض الدول الدنيا طول ما هي فيها إتاحة، إتاحة يعني سهولة الوصول، يعني أقدر أشوف كل، لو أنا مستخدم كرسي متحرك أقدر ألاقي مواصلة، أقدر ألاقي كل حاجة متاحة ليا. بنلاقي الأشخاص دول ناجحين مستخدمي الكراسي المتحركة، وغيرنا وغيرنا من أصحاب الهمم طبعا على مختلف التحديات اللي ربنا أو التميز اللي بيسمح لنا به ربنا. فكل ما المجتمع بيكون متعاون كل ما بيكون في نتاج ثمر حلو وبيكون في نجاح، وفعلا حقيقي ده كمان بيأثر على المجتمع، لأن المجتمع الناجح هو المجتمع اللي بنشوفه بيهتم بالفئة اللي محتاجة اهتمام زي ذوي الإعاقة. وطبعا ضد التنمر، ضد إنه ما يكونش الدنيا مهيئة طبعا لذوي الهمم. خليني أرجع للنقطة دي وأقول إن أنت برغم التجربة وصعوبة الحركة والظروف اللي اتحطيت فيها، لكن حققت نجاحات جميلة جدا يا إبرام. يعني مدرب تنمية بشرية معتمد من المركز الهولندي، ومحاضر تنفيذي خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، بتعد وتقدم برنامج إحنا نقدر على أغابي، زميل يعني. ازاي تقدر انت استاذه ربنا يخليك، ازاي تقدر تنشر الامل من خلال صفحتك ومن كل واحد بيشوفك دلوقتي يكون في ظروف مشابهه ومختلفه، ايه اللي تقدر تقوله له؟ يعني انت بتحاضر كمان في وبتدي كلمات ومحاضرات في جمعيات ومراكز تاهيل وكنائس وجمعيات، يعني الرساله اللي تقولها لكل انسان في حاجه معينه انه يسمع كلامك. طيب هو انا يعني مش كلامي انا، خلينا نتكلم ان ربنا بيبعت لي رساله وبنبعتها لكل الناس، زي ما انا بفرح بيها بشارك بيها اخواتي واصحابي وزملائي وكل الناس اللي عندي على الفيسبوك. هو مبدئيا احنا عاده الانسان لما بيكون ناقصه حاجه مش بيشوف غيرها، فبتفضل عينه عليها مستنيها تحصل. في نفس الوقت احنا بننسى حاجات كتير قوي ربنا مديها لنا، مش بنركز عليها، فبالتالي مش بنستخدمها ومش بناخد بركتها. اللي أنا عايز أقوله لكل حد عنده تحدي في حياته، يقعد مع نفسه ويفكر، هو عنده تحدي، بس يقعد كده ويجيب ورقة وقلم ويكتب طب إيه النعم اللي ربنا ادهاله في حياته، إيه المواهب اللي ربنا ادهاني أقدر أستغلها واشتغل بيها واشتغل عليها وأبقى متميز. تعرف ترسم، تعرف تعزف، تعرف تتكلم مع الناس كويس، تقدر توصل لهم صوت ربنا. إن شاء الله يعني لو حاجة بسيطة من وجهة نظرك ما تقولش دي بسيطة، ربنا هيبارك فيها وهتعمل من خلالها حاجة. فمهم جدا نركز على ربنا مدهولنا. أحيانا بننسى وبنركز على اللي ناقصنا. لما بنركز على اللي ناقصنا بس مش بنشوف غيره ومش بنستمتع باللي معانا. مهم جدا نركز على اللي ربنا مديهولنا ونكتشفه جوه مننا. علشان كده بقول مهم جدا ان احنا نجيب ورقه وقلم. في ناس كتير قوي يقول طب انا هركز اهو اشوف انا عندي كذا وكذا، لما بفكر بعقلي ومع نفسي بس غير لما بفكر بالورقه والقلم. الورقه والقلم بتخرج كل افكاري وبتبقى قدامي وابتدي افكر انا وعقلي ايه اللي عندي
وركز على الحاجة المهمة اللي فيهم أو حاجتين تلاتة أقدر استغلهم فعلا هلاقي، لأن ربنا عادل وربنا رحيم. ربنا بيمنعنا نمشي عشان رجليها ما تودنيش في طريق الشر، لكن بيديك حاجة تاني تقدر تستغلها وتنجح، تبقى أنت مميز فيها، الحاجة دي بتاعتك أنت بس. ربنا خلق فلان مميز في الحتة دي بتاعته هو، فإحنا محتاجين إن إحنا ندور جوانا ونشكر ربنا، ومهم جدا إن إحنا نقبل نفسنا بالوضع ده. ما بقاش قاعد مستني إن يحصل تغيير، التغيير أنا أسعاله بس في حدود سمح من ربنا. دايما أقول لتكن مشيئتك، لأن ممكن، عارفة من الحاجات اللي إحنا كنا بنضحك فيها أحيانا، ربنا قادر يوجد علاج لكل مرض ولا لأ؟ قادر، وده بسهولة جدا ومن غير علاج. هو قادر يقول كن فيكون، هو الخالق، الله الخالق والقادر على كل شيء. علشان كده يعني كنا من ضمن الحاجات اللي بنهزر فيها أنا وأخواتي، تخيلوا كده لو الواحد ربنا كرمه بالعلاج وخف وجات له كورونا وربنا افتكره، هتبقى بنضحك بنهزر. طيب مهم جدا إن أنا أكون بمشي ورجليا توديني في حاجة تضيعني، ولا ربنا يبقى سامح لي مثلا إن أنا قاعد بس قلبي، احنا بنقول يا رب يا رب ادينا كده، مش بقول انا قلبي قريب من ربنا، كلنا بنحاول وبنجاهد طبعا، بس حلو ان قلب الانسان يكون قريب من ربنا احسن من انه يكون باين قدام الناس بهيئه كامله ويمشي في طريق شر او يروح في مكان تاني. وبعدين اللي بيحب حد بيشوفه كامل من كل النواحي صدقني، ما بيفرقش معاه المظهر الجسدي ولا هو عامل ازاي. ميرسي على المسج الجميلة يا برام. وخلينا يعني نتكلم بشكل سريع عن والدتك اللي تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموضوع ده، كلمنا وازاي حصل يعني بشكل سريع. تمام، واحنا كنا مقدم لها في 2016 في كأم مثالية في وزارة التضامن، والحمد لله تم اختيارها وقبولها وبلغونا من وزارة التضامن، وراحت الوزارة كرمتها معالي الوزيرة في وقتها، وبعد كده قالوا لهم ان هم هيروحوا القصر الرئاسي في عند سياده الرئيس في وقتها، وكرمهم واداهم كل الامهات المثاليات، واداها ادى لوالدتي نشان زي بروش كده الام المثاليه على مستوى الجمهوريه. وساعتها كنا فرحانين جدا، وهي فرحت قوي قوي لان ما كانش حد كرمها قبل كده، هي تستاهل لما التكريم يعني جايزه وجايزه، وتحياتنا ليها يعني والوالده ربنا يخليها على تعبهم، ربنا يكلل تعبهم السنين كلها يا رب امين. اسمحي لي اقول نقطه يا جينا يا استاذه جينا في الموضوع ده، نفسي قوي دي رساله لكل اب اسقف ولكل اب كاهن ولكل حد مسؤول عن خدمه ولكل حد مسؤول عموما في البلد كلها، اهتموا بامهاتنا، امهات ابناء ذوي الهمم، كل أم عندها ابن من ذوي الهمم اهتموا بيهم، هم بيعانوا بمعاناة ما بيبقاش حد شاعر بيهم، والأم مش سهل تعبر عن اللي جواها، ومع ذلك أقل كلمة أو أقل شهادة ورقة بس كده نكتب عليها تقدير ليها بتفرح جدا. فمن فضلكم اهتموا بالموضوع ده، اسمعوا لهم، فرحوهم، طبطبوا عليهم. وردة يعني ثمنها قليل بتفرق جدا في حياة الناس. طبعاً هو ده عموماً خلال برنامج كنيستي في المهجر وشعب أمريكا كلنا بنرسل تحية احترام وتقدير ومحبة لوالدتك ولوالدك، وربنا يعوض تعبهم كتير ويعوض كل الأمهات اللي في نفس الموقف. يعني خلينا نقول حتة مهمة، احنا ما بقاش فاضل كتير في وقت لقائنا، احكي لنا بالظبط، انت قلت لي ان العلاج بدأ يتوفر لضمور العضلات، انا اعتقد ان انا دي رساله مباشره لاي حد في المهجر يقدر يساعد ويشوف لو يقدر يعمل حاجه. ابرام اشرح لنا بالظبط ايه اللي ممكن نقدر نساعد بيه. هو بس الفكره ان ثمن العلاج ده مكلف جدا، ملايين، فهو مش في استطاعتنا. لو يعني احنا حاطين الموضوع قدام ربنا واللي هو يشوفه، انا مش قادر اقول الحقيقه، يعني مش قادر اقول نعمل ايه ولا نروح فين، لكن كل اللي أقدر أقوله صلواتكم، ولو حد عنده طريقة يقدر يساعد بيها يقول لنا وربنا يتمجد. العلاج اللي محتاجينه متوفر دلوقتي بس تكلفته غالية. بالضبط جدا، متوفر في بلاد كتير خارج مصر. هل هي حقنة تشرح لنا العلاج للسادة المشاهدين؟ هو في اللي عرفهم أنا في نوعين، في منه نوع شراب
بيتشرب دواء وفي انواع تانية حقن. المناسب لينا مش قادر احدد دلوقتي عشان برضو يعني ده بتفرق من طبيب لطبيب. وهل الحقن متوفرة في امريكا وفي اوروبا يعني؟ الشركة المصنعة للأدوية دي نزلت 100 حقنة مجانا وكان من نصيبهم طفل من مصر. فحاجة فرحتنا جدا يعني ان بقى بالنسبة لنا خلاص العلاج ملموس وربنا قادر يكمل يا رب. ربنا قادر يكمل ربنا عظيم. واحنا هنحط اليد يتواصل من الأطباء في المهجر أو في أي حتة بيسمعونا في أمريكا في أستراليا في أوروبا كندا يتواصل معنا من خلال لوجوس، وهنحط إيميل إبرام والكونتاكت بتاعه على الشاشة هيكون مع حضراتكم تتواصلوا معنا بسهولة. احنا في قناة لوجوس بنرد، الناس هناك بترد على طول على التليفونات، أو تتواصلوا مع إبرام ولو تقدروا في حاجة تساعدوا بيها. يعني أنا عارفة إن في أطباء أفاضل جدا في المهجر، فلو حد يقدر يساعد ويعمل حاجة لإبرام وإخواته تبقى حاجة جميلة وروح جميلة من حضراتكم يعني. أمين، ربنا يكمل حسب مشيئة رب. أمين. مرسي علي. أنا سلامي لكل الأسرة وكل إخواتك، وربنا يحمل كل خير ليكم ويحفظكم ويسمر بيكم كده ملايين من الناس تساعدوهم وتخدموهم كده ويعوض شكركم وصبركم يا رب دايما. ربنا يخليك. تسمحي لي في دقيقة أو دقيقة ونص ممكن أقول حاجة؟ يعني بما إن إحنا بنتكلم عن عمل الله، أنا خلال الأسبوع ده لمست عمل الله حقيقي، يعني قد إيه هو بيحفظنا وبيسيد حوالينا فعلا فعلا فعلا. يعني هو اللي أنا أحكيه ده ممكن يكون عادي بالنسبة لناس كتير، لكن بالنسبة لي أنا حسيت قد إيه أنا كنت قريب من الموت وربنا هو اللي انتشلني وهو اللي حماني. يعني حصلوا معايا موقفين خلال الأسبوع ده بصراحة مش قادر أنساهم، مؤثرين فيا ومهما اشكر ما اقدرش اوفي ربنا. اول حاجه كنت انا بعض الطريق والدنيا كانت زحمه، كل العربيات جايه سريعه وبتجري جدا، فانتهزت فرصه ان في عربيه واحده بس اللي انا شايفها قلت اعدي من قدامها وهو بالتاكيد هيهد شويه. لما بدات اعدي من قدامه لقيته بدا يتلخفن والعربيه تروح من شمال ويمين، وسمعت صوت الفرمله جامد، قلت اجري اسرع علشان اديله فرصه يعدي من ورايا. اتفاجئت بعد ما عديته عربيتين جايين في وشي ومفروض ان هم يخبطوني، لكن لقيت ايد ربنا فعلا عدتني ومفيش ولا حاجه لمستني. بجد كنت مستغرب جدا ان ربنا، وشكرت ربنا جدا على حمايتي. جيت وصلت البيت نمت بعدها بيومين تاني، يعني اول امبارح كده لقيت وانا نايم المحاره بتاع سقف البيت وقعت وانا جوه ومفيش اي حاجه لمستني ولا حاجه حصلت لي. ففعلا كده الواحد بيقول كان الموت قريب مني لكن لولا يد الله كانت هي الأقرب وهي اللي دايما بتحمي. فمهما نشكر مش هنوفيه، هو عظيم هو رحيم ودايما بيتعامل معنا بمرحمة. نشكره دايما. أطباءنا الحلوين سواء في مصر أو سواء هنا، يعني إن شاء الله ربنا يعمل كل حاجة خير لكم بإذن ربنا. أمين. بشكرك جدا، أنا مبسوط بالوقت اللي أنا كنت موجود معاكم فيه، وبشكر أسرة البرنامج كلها وبشكر محبتكم كلكم، بشكر كل السادة المشاهدين اللي طولوا بالهم وسمعوا الحلقة. مرسي أبرام ليك وربنا معاكم، وشكرا لوجودك معنا النهاردة في برنامج كنيستي في المارك. اتشرفت. مرسي جدا ليك. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجو، شكرا لحضرتكم وشكرا حلقة قادمة من كنيستي في المهجر، وإلى اللقاء.